اول جامعه معانا ومشرفانا في الاستوديو من محافظه القليوبيه، نرحب كلنا بجامعه بنها. جامعه بنها انشئت جامعه بنها كفرع لجامعه الزقازيق منذ عام 1976، وكانت تضم 5 كليات. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005 بفصل فرع جامعة الزقازيق ببنها، وأصبحت جامعة بنها. يشغل الحرم الجامعي عدة أماكن بمدن بنها ومشتهر وشبرا، تضم كليات الطب، التمريض، العلوم، التربية، التربية الرياضية، التجارة، الآداب، الحقوق، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، والمعهد العالي للتكنولوجيا بمدينة بنها، بالإضافة إلى كليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر وكلية الهندسة في شبرا. هيمثل جامعة بنها في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وهم: اسمي أحمد حجاج، عندي 19 سنة، بدرس في كلية هندسة بنها قسم عمارة من المنوفية. إحساس النهاردة رقم 1 إني عايز أشرف جامعتي ونوصل لدور متقدم، تاني حاجة إني أفرح أهلي وصحابي وكل اللي يعرفوني. التيم معتمد عليا النهاردة في القدرات الذهنية، وأنا خايف شخصيا من أسئلة الأدب. مريم عاطف، 21 سنة، كلية العلوم، جامعة بنها، محافظة المنوفية. الجامعة اختارتنا، عملت مسابقة للطلبة، وكنت أنا من أفضل 8 يختاروهم علشان يجوا يمثلوا الجامعة، وإن شاء الله نكون قد الثقة اللي الجامعة ادتها لنا. كان حلم كبير لي أنا وأهلي إن أنا أشارك في العباقرة، كنا متابعينه طبعا من أول حلقة لحد آخر حلقة. كريم سلام، كلية طب بنها، 22 سنة، المنوفية. العباقرة دلوقتي معروف طبعا إنه من أكتر البرامج اللي بتتشاف في مصر، فأكيد حلم أي حد إنه يكون مشارك فيها، ده يعني مستوى يعتبر مستوى تاني. حلم ان انا اكون دكتور مش معروف في مصر بس، معروف حتى على مستوى العالم، ابحاث في كل جامعات العالم، امثل مصر في مؤتمرات محافل دوليه والكلام ده كله، بالاضافه للهوايات بتاعت مثلا التمثيل. احب ان انا اكون ممثل برضه بجانب دكتور. اسمي رحاب ربيع، سني 21 سنه، كليه العلوم، جامعه بنها، محافظه القليوبيه. سلبيات في الموسم اللي فات ان احنا بس ما كناش منظمين شويه، كنا عندنا معلومات كتير بس ما كناش منظمين شويه وكنا متوترين اكتر. حلمي ان انا اكون زي عالمه الفيزياء ماري كوري علشان اقدر الاقي علاج للسرطان يقضي عليه خالص وما يكونش ليه اي سايد افكت على الانسان. بنا حمد الله على السلامه. يسلم، منورنا في الاستوديو. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. باش مهندس حجاج، تمام. حلمك ايه يا باشمهندس؟ اني اعمل ديزاين استاد الزمالك ان شاء الله. ديزاين لاستاد الزمالك؟ انا مهندس معماري. تمام. عملت سكتش ولا ما عملتش؟ لا، لسه ما وصلتش في الدراسه لكده، بس نفسك تعمل استاد لنادي الزمالك باذن الله. هيبقى شعاره ايه الاستاد؟ الشعار الكلام يعني؟ سنظل اوفياء. سنظل اوفياء. انا اعرف ان شعار نادي العز هو الكرامه. انت غيرت الشعار ولا ايه؟ لا، احنا الجماهير. ده الجماهير. سنظل اوفياء. انا بتكلم انا واحد من الجمهور. تمام. طب حاول تشتغل على الموضوع بجد، يعني تعمل سكتش تقدمه لنادي الزمالك، تحط فيه افكارك. الحلم مش هيبتدي غير لما تحطه على ورق، ودي حاجه صحيح. عظيمه جدا، بتمنى لك كل التوفيق. مريم، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. مريم ما شاء الله ختمت القران. الحمد لله. وانت عندك كام سنه؟ كنت فين؟ كنت في تانية ثانوي أو في أولى ثانوي. ما شاء الله ما شاء الله. كنت عايشة مع جدك؟ الله يرحمه. الله يرحمه. احكي لنا الحكاية، إيه اللي حصل مع جدك؟ لا عادي، هو ماما مدرسة إنجليزي، فقبل ما تروح المدرسة كانت بتوديني هناك. هم أصلا كانوا فرحانين بيا عشان أنا كنت أول حفيدة ليهم، أول حفيدة برضو عند بابا في عمامي بس. فجدي كان متعلق بيا جدا جدا، فكان بيحبني جدا، كان مدلعني آخر دلع. تمام. اخبار العلوم ايه بقى؟ احكي لي. الحمد لله. هتعملي ايه في المستقبل؟ اول حاجه عايز اعملها بعد ما اخلص كليه ان عايز اسافر العالم، الف كل بلاد العالم. اول بلد هتروحيها ايه؟ فرنسا. اشمعنى فرنسا؟ بحبهم جدا، بحب الفرنسيين جدا. غريبه جدا، مع ان معرفتي بيهم هو شعب صعب جدا. ايوه، بس وكمان لو رحتي فرنسا مش هتكلموا معاك غير فرنساوي. ايوه، ما بيحبوش يتكلموا غير لغتهم. درست فرنساوي. درست فرنساوي، برافو عليكي. كريم، ازيك يا كريم؟ الحمد لله. اخبار الحزام الاسود ايه؟ 100 100. 100 100؟ خلاص. عمرك استخدمت الكاراتيه في الشارع؟ حتى الان لا.
حلوه حتى الان دي. حتى الان لا بس ناوي يعني في المستقبل ربنا يسهل وكده، بس حد يضايقني وكده يجرب بس صح. خدت منك وقت قد ايه عقبال ما حصلت على الحزام الاسود؟ حوالي من 2-3 سنين على المنصة. انا واخده من زمان يعني من زمان ولسه مواظب على التمرين لا متقطع شويه، متقطع تمام مش كامل. طب بشري مجال مهم جدا، اخترته ليه؟ اخترته والله يعني وانا كنت حابب طب وحابب علوم، ف الطب لقيته اوسع، مجالاته اوسع، ممكن افيد فيه اكتر من علوم. هتتخصص في ايه؟ يا بطن عامه يا قلب. يا بطن عامه قلب تمام، يعني خلاص بقى عندك تصور انت رايح فين في المستقبل. بالتوفيق يا كريم. رحاب، الموسم اللي فات كان حظكم صعب جدا، وقعت قصاد الازهر جدا. صح؟ احمد محمد ما بيهزرش، فريق لوحده ما شاء الله عليه. قولي لي استعدتي للموسم ده؟ من ساعه اخر مره كنا هنا واحنا بنستعد. اشتراكك في العباقره فرق معاكي في حياتك؟ جدا. فرق معاكي في ايه؟ خليني ان انا التوتر بتاعي بدا يقل شويه، لان انا كنت بخاف كتير جدا من الكاميرات، بخاف ان انا اواجه الناس، فالتوتر ده قل خالص. رحاب ربيع القائده المثاليه، ايه اللقب ده؟ واللقب ده انا لسه واخداه اول امبارح، كنا في المهرجان الارشادي الثامن لجولات جامعه بنها. ده حاجه طازه جدا. لسه اول امبارح والله. تمام. فدي كان بتبقى منافسه بين عشائر الجولات في جامعه بنها، كنا 11 كليه، واخدت القائده المثاليه على مستوى عشائر الجامعه كلها. ما شاء الله، نحييكي كلنا رحاب ربيع القائده المثاليه.